لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية بين السلطان لويسما الاتحاد المتصدر والعميد البطل الجريح في هذا القسم الأول من بطولة الدوري شباب قسنطينة بمعاناة كبيرة في المركز التاسع. طويلة بين الفريقين 8 دقائق لعب ولا كورة ولا هجمة خطيرة ممكن هذه كورة أولى للشباب ملعوبة المحاولة كانت من بالمختار يحاول على التصويب بيلعب المباراة ثم الالتحاق بتربص الخضر تعود الكرة مرة أخرى من جديد كرة وهجمة معاكسة محاولة للشباب هي كلها تضيع فرصة خطيرة المطالبة بالبينالتي من شباب قسنطينة لكن أي شوارع مفتوحة في دفاع اتحاد العاصمة كرة كانت ممتازة جدا اللمسة والعملية والمحاولة الخطيرة على مرمى محمد لامين زيماموش 54 سنة للموسم الثاني على التوالي في الإطار الفني بالنسبة للشباب وكرة ملعوبة سأتحدث بعد حين عن الأسماء المرشحة للخلافة بالنسبة لعبد القادر عمراني كرة أخرى وهجمة خطيرة جديدة من جانب الشباب ينطلق بقوة يحاول ردة الفعل أمير سعيود ينطلق سعيود يمشي أمير يهرب أمير يعدي أمير كرة ولمس الباس التمهيد مرة أخرى سعيود قال لا سعيود يطالب بالبينالتي جمهور الاتحاد يحتج هجمة مثالية مرتدة تصويبة قوية مرة أخرى على الاتحاد يرد الفعل بعد كرة أمير سعيود هجمة كانت ممتازة سريعة ليست المرة الأولى التي يدير فيها مباراة لويسما السي اس هذه الكرة سعيود ايش يعمل سعيود يساوي كرة لمست في اليد كرة لمست في اليد هذه الكرة وهذه العملية واليد كانت بعيدة عن الجسم وضربة جزاء كانت مستحقة للاتحاد كرة تلعب مرة أخرى لكرة القدم أنه لما تكون اليد يعني في حالة غير طبيعية وبعيدة عن الجسم وهذه الكرة ممتاز روعة التصدي من شمس الدين الرحماني يتألق الرحماني يبدع الرحماني في هذه الكرة يعني يستعمل كل الخبرات ويعرف النوعية التي يتميز بها الكاليتي اللي عند أمير سعيود في الكرات الثابتة والركنيات هذه كرة لمسة القيمة الثاني المقاسية الازدواجية أجواء هستيرية أجواء مجنونة متابعة عشق وفاء هؤلاء يعني متى يكون شفائهم متميز في حصد النقاط اتحاد الجزائر هنا في العاصمة الجاي 5 انتصارات في بلوغين أمام دفاع تجنان 3-1 أهلي برج بوعريريج وهذه كرة محاولة للشباب كرة لافتتاح النتيجة كلها التصويبة قتيرة التي لم يقدر على التهديف فيها في 13 مباراة بعد ماتش الخسارة الوحيدة هذا الموسم في الساورة أمام الشبيبة 3-0 هذه كرة محاولة خطيرة قال الله 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 بابا سنفور يفتتح التسجيل والكرة تدور مليح بالنسبة للاعبي الشباب يلدغ الاتحاد قبل نهاية الفترة الأولى بخطأ كان كبير لعب الكل في الكل ليسما تقدم للهجوم وأكيد يعني هناك كانت ثغرات في محور الدفاع بعد هذه الكرة الأخيرة والمحاولة من جانب إسماعيل بلقاسمي يلقى الثغرة يلقى الطريق لمرمى محمد لامين زيماموش أحباء السنافر أحباء الشباب يتنفسون السعداء شوف الكرة ممتازة رائعة كانت اللمسة الفنية والتصويبة والمغالطة للحارس محمد لامين زيماموش إسماعيل بلقاسمي يعيد البسمة لأحباء الشباب ممتازة كانت الفان ممتازة كانت المراوغة في مهب الريح امشى راح بن يحيى وبلقاسمي يحيي الأمال من جديد بالنسبة لشباب قسنطينة 1-0 محمد أمين حامية يحاول كرة من سعيود لكن تعود غضب جماهير الاتحاد على هذه الكرة الأخيرة وترجع مرة أخرى هجمة معاكسة الكونتر اتاك للشباب خطير من جهة اليمين
المحاولة والكرة من جانب خدير 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 يعطي كرة بالقاسمي بالقاسمي سحب الهدف بالقاسمي الضيوف بهدف مقابل صفر للخضورة أمام سوستارا وسوستارا في حوار هذا اليوم بالنسبة للخضورة شمس الدين رحماني محمد بن خماسة 27 عبد الرؤوف بن غيث 23 حمزة كودري 7 فوزيايا 17 محمد أمين حامية كرة الهدف الثاني تضيع محمد لامين بالمختار كان هذا الشيء كبير هذه فكرة تقريبا عن غرفة الفار الغرفة التجريبية في عملية الهدف بالقاسمي تميز بمهاراته بفنياته بسحره العالي وهذه كرة ومحاولة للتعديل والتدخل من دفاع الشباب 2018-2019 هذه كرة الازدواجية روعة كانت ممتازة جميلة حلوة من جانب محمد أمين حامية حامية كاد يعدل النتيجة بلقطة ممتازة لقطة فنية رائعة بعد كرة من عبد الرؤوف بن غيث شوف الاستقبال يا سلام الاستقبال كان رائع والكرة بعض السنتيمترات القليلة على القائم الأيمن بالنسبة للحارس انتظار الحلول التي تأتي من بنك الاحتياطيين بالنسبة للمدرب الفرنسي المدافع السابق ليلومان ليل وغرونوبل تيري فروجي ترجع كرة أخرى من جديد سعيود أمير 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 يتدخل الدفاع ترجع مرة أخرى ما زالت الكرة والضغط كبير من هجوم الاتحاد من جديد ما زالت الكرة سعيود أمير يتحرك أمير يصوب كرة أخرى ترجع وتعود مرة أخرى بالقاسمي يضرب بالقاسمي يهرب بالقاسمي يعدي أعطيني الصورة أعطيني الكرة وين كرة مرة أخرى ممتاز ملا بالقاسمي ملا ملا إسماعيل اسماعيل بالقاسمي تمشي رضوان رضوان ولد اتحاد بن عباس ترجع مره اخرى رضوان شريفي من جديد التوزيع الكره اليساريه على القائمه الثاني والكره الراسيه من ربيعه مفتاح ست اهداف للكونغوليا المحترف السابق للبنزرتي التونسي وللوكره القطري واليوم يعني بكره الربيع مفتاح كودري وليان قال 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 لا 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 هناك صفيرة هناك صفيرة الحكم فاروق ميال تلغي هدف التعادل بالنسبة لاتحاد العاصمة هناك رفع راية التسلل من ربيع مفتاح التسلل من ربيع مفتاح ربيع اللي كان قادر على التهديف منذ أول كرة قبل تصويبة حمزة كودري هدف آخر يعني سليم كان موقع ربيع مفتاح ثم في العملية الثانية أنه مفتاح بعد صعود الحارس وخروجه من منطقة كرة من ركنية الركنية للاتحاد كرة ملعوبة فوزيايا الرأسية من بن يحيى قال 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 محمد بن يحيى يكفر عن ذنبه يكفر عن عملية هدف الأول لشباب قسنطينة المدافع الهدف يقول لا صوت يعلو فوق صوت البهجة في ملعب عمر حمادي اتحادي مش عادي بالنسبة لاتحاد العاصمة للي يسمع على ركنية على كرة ثابتة محمد بن يحيى بعد خطأ الهدف الأول أمام إسماعيل بالقاسمي يتمكن من التهديف إصرار وعزيمة كبيرة من جانب لاعب الاتحاد وحده دون رقابة في القائم الثاني الترويذ ياخذ راحته يصوب كرة تضرب في رحماني وتدخل للشبكة 1-1 مباراة جديدة بين الاتحاد والشباب بهذه الكيفية ومحمد بن يحيى لما يغيب المهاجم إبارة يجد الاتحاد نفسه من خلال تنفيذ هذه الكرة الثابتة ملعوبة الكرة من فوزي يايا يلعب كرة ثانية تضيع الكرة من محمد أمين حامية المقدم من جانب اتحاد الجزائر كاديغو إرسي البوركيني ترجع الكرة توزيع ممتاز الرأسية وسهلة للحارس 15 والأخيرة للرابطة المحترفة الأولى الجزائرية مباراة متقدمة نظرا للاستحقاقات العربية لاتحاد الجزائر كرة ملعوبة من جهة اليسار شريفي قال 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 محمد أمين حامية محمد أمين حامية ساكنة القلوب
وسلب العقول اتحادي مش عادي شعبية أكثر من نادي لأولاد الكهرباء أولاد الباجة الروسوناري الكحلة والحمرة نار 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 في حي سوستارة عندما تغيب الشمس يظهر القمر الاتحادي يظهر محمد لمين حامية الحمرة والكحلة الغالية دنيا بلا بها فانية الاتحاد فخر الجزائر العظيم فينومان يقلب الطاولة يعود من بعيد أمام شباب قسنطينة اتحادي مش عادي هذا الموسم بهذه الكيفية ممتازة رفيق بودربال يعطي كرة لمختار بن موسى أوبا في المرمى حامية ما يضيعش حامية ما يفلتش حامية يحطها في الشبكة الله 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 2-1 ممتاز جدا ممتاز جدا وراء هذا الهدف بعملية مثالية 1-2-3 فيفا لو يسمع 1-2-3 على مستوى الكرات 1-2-3 في الشبكة حامية يحطها ويسجل ثالث الأهداف في عداد هذا الموسم.